الانطلاق راح يكون من وزارة التعليم العالي إلى ساحة التظاهر وساحة التحرير، الغاية منها المطالبة بحقوق الطلبة كافة وحقوق الطلبة المعتصمين. الغاية من هذه المسيرة بالخصوص التقويم الذي قررته هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي، والذي يخص انطلاق تقويم من يوم 12/1 واللي وهو قرار ظالم بحق الطلبة المعتصمين كافة. احنا قدام وزارة التعليم العالي متوجهين لساحة التحرير، احنا ضد التقويم اللي نزلته وزارة التعليم العالي بانه تريدنا نداوم الاسبوع الجاي او مباشر بالدوام من هذا الاسبوع. احنا ويا اخواننا الثوار واحنا نمثلهم ونمثل نفسنا، لان احنا عندنا مطالب، واساسا الثوره بدت على مود طلاب الشهادات العليا، فاحنا ما يصير نداوم ونتركهم هم وبالتحرير، كلهم طلاب مرابطين ينامون بالتحرير وتاركين كل حياتهم، فما يجوز احنا نداوم وهم بعدهم بالتحرير، بعدهم دي يظهرون يطالبون بحقنا وبحقهم. طبعا هاي مسيره طلابيه حتنطلق من باب التعليم العالي لساحة التحرير أكيد، وهنا إحنا مجتمعين لمساندة إخواتنا بساحة التحرير، ونقول إحنا عند كلمتنا نضل وياهم خطوة بخطوة، وصراحة يعني دم الشهيد برقبتنا، وإحنا نقولهم لا تخافون إحنا بظهركم ومستمرين لتحقيق المطالب كلها من أحد ما فعلا يصير عندنا دولة، يصير فعلا يصير عندنا وطن فعلا نفتخر به، بحيث اقول قدام كل العالم اني فعلا عراقيه وافتخر بقاع هالبلد. هاي المسيره مسيره طلابيه انطلقت من كافه جامعات بغداد، سواء الجامعات الحكوميه او الجامعات الاهليه. المسيره حاليا احنا متواجدين امام وزاره التعليم العالي، مسيره متضمنه انه احنا كطلاب رافضين التقويم الجديد اللي فرضته علينا وزاره التعليم العالي، اللي هو يبدي من يوم 19 كتقويم طلابي. الوزارة تفرض علينا تقويم احنا رافضين بشكل عام، واحنا كطلاب بدورنا واقفين هنا وجايين هنا نسالم الاخوان الموجودين بالتحرير، واخوان الموجودين بالتحرير احنا سندهم، احنا موجودين بظهرهم، فهذا شيء اقل شيء ممكن نقدمه لهم. ما ننسى انهم قدموا لنا 500 شهيد، اكثر من 3000 جريح، احنا اقل شيء نبادر به انه نجي ننظر نسوي اضراب عن الدوام ونرفض اي شيء، اي مبادره تسوي بها التربيه على مود نكون وياهم. في هاي المسيره قام بها طلاب جامعات الحكوميه والاهليه ببغداد، اولا استنكار للتقويم اللي اقرته الوزاره، اللي هو نقول تقويم عناد بينا، لانه شهرين بشهرين انت مستحيل كطالب طب او كطالب هندسه انه تكمل هاي المده كلها. فتقويمنا كان مقترح هي 4 اشهر ب4 اشهر، احنا مو ضد انه نعطل المسيره التعليميه، لا، احنا نريد شيء يناسبنا ويناسب اخوتنا المرابطين بالساحه. عندك طلاب بالساحه موجودين اعداد عدد مو قليل جدا، فهذا مجرد ما يبدا الدوام يعني هذا يضطر انه يرجع يداوم او يضطر انه تروح عليه السنه. فاحنا كل اللي نريد نكون ايد واحده، ونريد نكون كلمه واحده لا اكثر. يعني هسه عندك مثلا طلاب جامعه بغداد خيمتهم وين؟ بحديقه الامه، طلاب عددهم كلش كبير يعني فوق ال 500-600 طالب من الهندسه، من الجيو، من الحاسبات،
ذولا في حال رجعوا حاليا على تقويم الوزاره المقترح، يعني تعبهم اللي بديناه من الشهر العاشر كله راح. احكي لك اياها واختصرها بكلام، 80% من قوه الساحات هي بزود الطلاب، مع احترام لاخوتنا بالتحرير، احنا عصبه التحرير. يعني اذا تريد تقضي على المظاهرات اقضي على الطلاب. هذا اللي عندنا وهي هي رسالتنا، حاليا احنا نريد حقنا يكون مكفول بتقويم مريح، احنا نقر الطلاب. احنا اللي بدينا بالاضراب واحنا اللي ننهيه، لا احد يجي يفرض علينا امر مع احترام لكل الجهات وكل الوزارات، بس احنا تعبنا وقدمنا هواي ونريد هاي حقوقنا كلها ما تروح. ما حدث اليوم ما هو الا استنكار بحق القرارات المسحفه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي بسبب التقويم الدراسي للامتحانات الطلابيه. هذه المسيره انطلقت كل يوم احد، تنطلق حاليا كل يوم احد على مدار من بدايه المظاهرات من ايام 25/10 الى هذا اليوم. هذه المسيره طلابيه بحته، الطلاب رافضين هذا النظام، القرار اللي نزلته الوزاره بخصوص التقويم اللي نزلوه الجديد بانه راح يبخس حق الطلاب ويمدد الدوام لفتره طويله، فما راح يخدمنا ابد هذا. وثاني شيء احنا من طلعنا رايدين مطالب، هاي المطالب ابد ما تحققت منها جزء بسيط على مود نرجع احنا. فلازم الطلاب تستمر بهاي الثوره، وهي ثوره طلابيه، والطالب هو يكون واعي، الطالب هو اللي يقود المجتمع بالفتره الجايه. ثورتنا بلشت لان انبغض حق الطلاب، انبغض حق الخريجين من الشهادات العليا وحملت الشهادات العليا والشهادات العاديه. ثورتنا بلشت من اعتصامات طلاب الشهادات العليا هنا بباب وزاره التعليم العالي، وللاسف انضربوا بالمي الحار ومي البارد، وانضربوا بالغاز المسيل للدموع، وبناتنا اللي هن شرفنا وعرفنا همين انضربا. فبلشنا هاي الثوره وبلشنا اعتصاماتنا من 1/10 لليوم، ومستمرين بهذا الشيء ان شاء الله حتى تحقق كل مطالبنا. مطالبنا هي كلش بسيطه، احنا نريد وطن، وطن يحمينا، وطن يحبنا، وطن حكومته تكون هي جايه لنا. احنا اليوم بباب وزاره التعليم العالي، وزاره التعليم العالي هي كلها قامت على مودنا احنا، على مود الطلاب، الجامعات ولا الكليات ولا حتى المدارس، هي قامت بكل مؤسساتها وبكل شيء بيها من عماده ومن دكاتره، كلها صارت على مود الدرس الطالب، تنطي العلم حتى يشتغل على مود العراق ويشتغل على مود المجتمع بكل مختلف الاختصاصات. تمام؟ احنا اليوم جينا صار وزاره التعليم العالي نزلت القرار الجديد، عقدوا مجلس الجامعه اعتقد مجلس الوزاره يوم الخميس، ونزلوا تقويم جديد، وهذا التقويم كلش يأذينا احنا كطلاب. ما اخذوا راينا احنا، ما اجوا يحكوا ويانا، خلوا تقويم دوام جامعه، واحنا صارنا 3 أشهر مضربين، 3 أشهر انطينا 600 شهيد، انطينا 30,000 جريح، انطينا 6,000 معوق، المن على مود وطن، على مود وطن يعيش، على مود حكومه تقدرنا وتلبي مطالبنا اللي هي كلش بسيطه، اللي هي احنا كلش يعني كلش بسيطه، رايدين وطن، رايدين نظام صحي، رايدين نظام تعليمي. هسه انا مرحله رابعه كل شيء ما استفاديت لا من الجامعه ولا من المدرسه، لما انا اقرا واطلع وادرس وادور كتب ما استفاديت شيء. رايدين نظام صحي، والدي توفى بسبب مرض السرطان بعد صراع 4 سنوات، ماكو شيء، ماكو مستشفى عالجته، ماكو مستشفى انطته حقه، يعني راح هو بسرطان مستشفى يسوي له عمليه بواسير، بس تخيل هذا الشيء. احنا رايدين نظام صحي، نظام تعليمي، رايدين نظام قضائي عادل يحاسب كل فاسد، فاسد من الحكومه ومن الشعب. ليش؟ لان احنا حجر الاساس، احنا الوطن، احنا المجتمع. طبعا هاي المسيره انطلقت من جميع جامعات العراق مساندة لإخواننا المتظاهرين في ساحات الاعتصام، والسبب كان تقرير القرار العفو اللي طلقه وزارة التعليم العالي بأنه يوم 12/1/2020 استئناف الدوام الرسمي في جميع جامعات العراق. طبعا احنا ضد هذا القرار لانه احنا نهائيا ما نساوم على دم اخواننا الشهداء اللي سقطوا لاجل هذا الوطن ولاجل حريتنا. فاحنا معتصمين هنا ان شاء الله وباقين لحين تحقيق مطالبنا، وما نرجع نهائيا الى ان تتحقق جميع مطالبنا وتتغير هاي الحكومه كليتها، هذه مالتنا البؤره الفاسده تغيرها
وإن شاء الله يعني باقين إلى تحقيق المطالب. ننطلق إحنا طبعاً أعداد كبيرة من جامعاتنا، جميع جامعات العراق، إلى ساحات الاعتصام. مثلاً كل محافظة ساحة الاعتصام مالتها، وإحنا طبعاً هسه جامعة بغداد وجامعة المستنصرية والعراقية والتربية الأساسية وجميع جامعات بغداد انطلقنا من كلياتنا إلى وزارة التعليم العالي بسبب القرار اللي انطوه. قلت لك يعني إحنا ما نساوم على دم أخواننا الشهداء نهائياً، وإن شاء الله باقين. طبعاً مظاهراتنا انطلقت من قبل 3 أشهر وبدأت بالاعتصام الطلابي اللي هي أساس الثورة، اللي هي النواة وأول أول أول ستيب للثورة ضد الظلم وضد الفساد ضد كل الأمور المزينة صارت بالدولة. طبعا هذا ثالث شهر احنا معتصمين على الدوام ومضربين عنه ومستمرين، حتى لو رجعت كليات الدوام بعض الكليات احنا ان شاء الله مستمرين بالاضراب. وتشوفون الطلاب ما شاء الله هنا مد طلابي عظيم مستمر، كل احد جايين هنا ومستمرين بالاعتصام الى ان تتحقق كل مطالبنا. نريد نعيش حالنا حال بقيه العالم، نريد خدمات، نريد طرق، نريد تعليم زين، يعني كليات أهلية ولا حكومية صارت كومة تعيينات العالم، الطلاب كلها ما عدا تعيين. عندنا ما نريد شيء، نريد بس نعيش مثل بقية الدول. القرارات صدرتها وزارة التعليم العالي حالها، هي نفسها، هي ما حدهم يحجون. تقويم احنا ضاربين صارنا 3 أشهر ما انطونا قرار، ما سوونا شيء براس أخير. هسه جايين يريدون من عندنا والله تقويم جديد، تعالوا داوموا، وانتم ايش حققتوا لنا؟ احنا نداوم، حققوا لنا واحدة من مطالبنا البسيطة، على مود احنا نداوم ونجيكم بالأخذ دعوة، بس ماكو. كل شيء ماكو، لا يسمعون للطلاب، لا يسمعون هاي العالم الماتت، لا للشهداء. شبابنا السلام عليكم، احنا اخواتكم المتصلين بساحة التحرير اللي صار لنا 3 أشهر. بالنسبة لكم نشكركم، انتم طلعنا قسما بالله، انتم العمود الفقري لهاي الثورة، انتم العمود الفقري لهاي الثورة. وجودكم وعرافكم عن الدوام يعطينا شرعية، يعطينا شرعية من الاستمرارية ويعطي عدم شرعية للميليشيا وللأحزاب. احنا بالنسبة لكم هاي أول مرة اجتكم من التحرير المسيره هي تجديد الاضراب هذا الاسبوع، على ما اعتقد اكو اعتصام مفتوح اليوم للطلبه، ولازم احنا راس رمح الثوره احنا كطلاب يعني جامعيين، ولازم يساندون الثوار ويقفون ويانا ويجون الوزاره حتى نستمر بالاضراب وتنجح الثوره وان شاء الله، والرحمه والخلود لشهداء الثوره من كل الشرائح المجتمعيه اللي شاركت بالمظاهرات، رحمه والخلود لهم. كطلاب احنا نريد تقويم ينصف الطلبه، مو يعني مجرد شهرين وتبدا امتحانات، انصف عادل للطلبه حتى نقدر نستمر بالاضراب وايضا نكمل مسيرتنا الدراسيه. طبعا بكل اسبوع كنا نجي لهنا حتى نسجل موقفنا والمساند لاخواننا بالتحرير، وبنفس الوقت كنا نتواجد وياهم بالمسيره، وايضا كنا نتواجد وياهم ساحات الاعتصام. احنا وساحه التحرير واحد، وان شاء الله راح تستمر مسيراتنا حتى تحقيق المطالب الحقه للشباب الصراحه التعبان اللي متأذي من هذه الطبقه الفاسده. مطالبنا ومطالب ساحه التحرير واحده، احنا ما نفرق عن اللي موجودين بالساحه، وان شاء الله بعد المسيره احنا موجودين وياهم بالساحه، ونجي هنا بالمسيره حتى نسجل موقف للطلاب قوي. القرارات اللي اصدرتها وزاره التعليم العالي تمثلهم هم وما تمثلنا احنا كطلاب. احنا موقفنا بدينا الاضراب، واحنا شو وقت ما نريد ننهي الاضراب ننهي، لان احنا عندنا مطالب، احنا ما طالعين بطرا، احنا طالعين عندنا مطالب حقا نريد نحققها. هاي المسيره انطلقت اليوم مثل كل اسبوع مسيره تبين انه احنا رافضين لسياسه الحكومه، وخاصه انه احنا طلاب، فالحركه السلميه ان هي الاضراب وهي المسيره اللي تطلع منا من وزارة التعليم إلى التحرير، بكون وزارة التعليم هي المكان اللي المفروض هو يمثل، وإحنا جايين هنا لأنه هذا المكان تصدر من يمه كل القرارات التعسفية تجاه الطلاب. إحنا رافضين لأي قرار أصدرته وزارة التعليم، لأنه إحنا طلعنا بقرار طلابي بحت، يعني إحنا طلعنا كطلاب بأضراب، مو ممكن إحنا نرجع بقرار من الوزارة، إحنا طالعين ضدها أساسا. إحنا حركتنا هاي حركة تبين إنه إحنا رافضين للسياسة لوزارة التعليم.
ماكو دوام، هذا شعار الاعتصام. لا سياسة ولا أحزاب، بس هي صحوة الطلاب. 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 هذا يريد يداوم دم الشهيد يساوم. Come on.
الأشهر من الصمود والتضحية. لا تقبل ضرورة وأهمية المطالب الأخوان في ساحة التحرير.
Yeah.
الطرف الثالث هاي الحجية حجة حسين انت شنو تقول يا طبعاً الأحزاب اتخذت عدة أساليب لإنهاء هذه الثورة، وآخر هذه الأساليب هو إنهاء الإضراب الطلبة عن طريق تنزيل تقويم جديد للطلبة، إجبار الطلاب على الدوام، وفي خلافه يتم فصل الدوام يتم فصل الطلاب من الدوام، واضح؟ فهذه المظاهرات اليوم طلعت لإلغاء قرار التقويم الجديد، ونحن مستمرون بالإضراب حتى تحقيق المطالب، المطالب وهي تنصيب رئيس وزراء مستقل حسب الشروط والمواصفات اللي قدمتها ساحة التحرير والساحات الأخرى، واثنين التصويت على انتخابات مبكرة، بعد ما يتم اختيار رئيس وزراء وانتخابات مبكرة عودة الطلاب إلى الكليات والجامعات. اتفاقيات مع الوزارة طول موعد اليوم على أساس يتم اللقاء مع الوزير، فأجرى اللقاء، فاللقاء ماكو أي نتيجة، وهناك اتهامات من الوزير طبعاً يقول أنتم مدعومين من لندن ومدعومين من الإمارات ومدعومين من أمريكا، فهو وزير فاسد من حزب الدعوة، فهذا نتيجة الوزراء الأحزاب يعني. رحنا هسه اليوم مقابلة ويا وزير التعليم. يابا احنا نريد استئناف التقويم وغير تقويم، هذا التقويم يفيدنا كاتحاد طلبة، احنا يحكي ويانا معلق ووصفنا بالجوكريه والتابعين لجهات خارجيه، هيك وصف كان، وهو ما يدري بنفسه بين هو حكومه تصريف اعمال وهو اصلا يعني حكومته ساقطه هو ورئيس الوزراء. وتقريبا لحد الساعه 11 بالليل هاجمونا الجيش وهواية من عندنا الصوبة، وأنا واحد من الولد، ومن بعدهم طبوا بالبيوت، واحد من عندنا انكسرت رجله، ويعني وش اسمه قمعانا قمع يعني مو تقول بشر والله. واليوم هم ماتين جينا وقفتنا وقفة احتجاجية واستنكار ضد التقويم وضد صار يوم أمس، وهاي الطلاب كلها جاية وطالعة على هدف واحد، إنه إحنا عندنا ثلاث مطالب. مطالبنا شنو؟ استمرار الاعتصام الحين، تحقيق مطالب، وهي واضحة، هو حق مكفول. إذا إحنا يوم مجموعة من الطلبة ومن الاتحاد راحوا التقوا به، إيش وصفنا؟ وصفنا مجموعة من الجوكرية يدعمونا من لندن، دعمنا من لندن، وقال وقفتكم هاي الاحتجاجية كل شيء ما راح نسوي لكم، وكلكم دعمكم من لندن. واليوم الطلبة هم ما ترادوا ينصبون خيام، فأنتوا تشوفون الحشد
التجمع والاتحادية. أي وساهم قبل ساعة تقريبا صارت مشكلة، ردنا ننصب خيم وما خلونا ننصب خيم، فإحنا ليش؟ إحنا مو كلتنا طالعين على هدف واحد ومبدأ واحد، يعني ليش هذا اللي دا يصير؟ لا إحنا أصحاب حقوق وأصحاب مطالب، كنا طلاب بسطاء يعني مثقفين وواعين، جايين متوقين بهالجيش وهالشرطة ليش؟ ليش؟ شو نسوي؟ مجرد طلعنا على حقوقنا هسه متوقعين ما يخلون نصب خيام ليش؟ ايش الوزير هو لو عنده ذره كرامه يعني كان استقال، هو فاقد شرعيه، الباحث الساعه 11 بالليل يدز علينا الاحزاب تضربنا ونكف بين البيوت، ليش شو مسوي؟ احنا طالعين نريد حقوق، نريد وطن، مو تسوي لي دوام واحنا ما اضمن مستقبلي، لا مستقبلي ولا مستقبل اخوان الطلبه والطالبات، وهو وصفنا باوصاف عاريه يعني حتى نقول جوكريه وانتم مدعوين من لندن، احنا كنا طلاب فقره. كنا بالتحرير وهنا مستمرين كل مكان احنا حرمنا الظاهر. لا اعتب لا على وزير تعليم ولا اعتب على دكتور ولا اعتب على عميد، انا اعتب على الطالب اللي يداوم مع الاسف عليهم، ويعني حرامات هاي كل الشباب طاحت والله العظيم، نعتب عليهم ونقولهم يعني بعد ايش تنتظرون؟ يعني بعد شيء ايش منتظرين؟ اردفتي هسه اليوم يصعدون وزير التعليم يقول جوكريه، شرفك هذا حال جوكري؟ انا عندي فلوس يعني فلوس جوكريه غير عندي فلوس؟ وين الفلوس هي؟ رحم الوالدي صار لنا 100 يوم بالساعه ما تحرير، لا شفنا بس الضيم والظلاي، زين احنا اللي نطلبه لا تقويم يمثلنا ولا اي واحد يمثل، انا بالنسبه لي امثل نفسي، لا امثل جهه معينه ولا امثل اي متظاهر، انا امثل الخيمه اللي قاعد بيها، الخيمه تقول ما اداوم اذا مو كل الخيمه من التحرير تنشال والمطالب اللي يرادوها الساحه، مو رادوها الطلاب، لا اللي يرادوها الساحه هي اللي تصير. البارحه طلعنا وتعرضنا لقمع كبير، دخلونا بوقت الليل دخلوا علينا بحدود 200 شخص، اعداد كلش كبيره بالبواري بالهاي، انا يعني حتى ركضت على ولد غدت اشيله، الولد المصاب اللي اسمه موسى غدت داشيله ركضوا عليه ما قدرت الزمه ما قدرت اطخه، راسا ركضوا علينا عفته، يعني انا حتى هذا موقف ياذي بيه انه عفت الولد وانهزمت ما قدرت اوصل له، ركضوا ورانا ورجعوا ضربوه وحصروا تقريبا من ما يقارب 20 طالب، حصروهم بنايه بقوا واقفين ياهم، لو ما احنا جينا ووقفنا قدرنا يعني بالقوات قدرنا نلزمهم. طبعا اليوم وقفنا احنا طلاب جامعات مختلفة الأهلية والحكومية، وقفنا هنا احتجاج واعتصام على القوانين اللي تصرف حقنا، وقوانين يعني نقدر نقول انه خطأ وتعسفية، لأن احنا طلاب بنطالب بحقوقنا، وهم لحد هذا اليوم صار لنا 100 يوم احنا لحد هذا اليوم ما حد وافق على شروطنا ولا واحد وافق على قوانيننا، صدروا تقويم وهالتقويم كان خطأ ويعني مو بحق الطلاب كلها، الطلاب اللي بقوا وباتوا هنا بالشارع هنا سووا خيمة وبقوا باتوا بيها، اكو جهات يعني تعرضت للطلاب بالضرب والإهانة، ورغم هذا الوزير اليوم وصفنا انه احنا جوكرية وانه احنا اللي يعني الطلاب هم اللي تعدوا على الجهات الأمنية يلا هم ضربوهم، وهالشيء خطأ وما صار. والله الطلبة صارت عليهم ضغوطات بالنسبة للعودة إلى الدوام، والطلبة جزء من الثورة هاي وجزء من الضغط على الحكومة، نقدر نقول هي الورقة الرابحة إن بحيث أكو 7 مواصفات مطروحة لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي الطلبة صار عليهم ضغط أن يعودوا للدوام من خلال التقويمات وغيره وتقديم الامتحانات، فلذلك الطلبة خذوا قرارهم من خلال طلاب الجامعات الممثلين إن هم يجون يحتجون أمام وزارة التعليم العالي حتى يثبتون موقفهم. أما بالنسبة للسيادة وغيرها، إحنا سيادتنا من سنة 2003 لحد الآن ما عندنا سيادة، بالتالي الشعب العراقي والطلاب بشكل عام والفنانين وكل إنسان من الكبير إلى الصغير خرج على مود يرجع سيادة العراق، على مود نعيش بكرامة، لذلك أنا أحد الداعمين لهاي الشباب والطلاب على وقفتهم، وهم بالعكس هم جاي ساندونا وإحنا نستند بيهم. حصل البارحة تجاوز من قبل القوات الأمنية علينا إحنا كممثلين اتحاد بغداد، احنا البارحه رجعنا جميع الطلبه، بقينا فقط احنا المعتصمين الممثلين، وكانت اعتصامات سلميه وتفاجئنا بهجوم
يعني وحشي وغير مبرر من قبل القوات الأمنية علينا صار، واليوم على أثرها جددة المظاهرات الطلابية وباقي مستمرين، ومو فقط على الهجوم، احنا مستمرين مظاهراتنا لأن عندنا هواي نقاط على وزارة التعليم العالي. الموقف اللي تعرض للطلاب والإهانة للطلاب الجامعيين اللي تعرضوا للباقي، ندعو جميع طلبتنا الكرام طلبة بغداد الأهلية سواء كانوا أو الحكومية يوقفون وقفة مشرفة مثل إخوانهم في المحافظات الجنوبية اللي معتصمين اعتصام كامل وماكو أي دوام يوم واحد. هي مظاهرات شباب رادوا وطن رادوا كرامة، إنه يعني الطالب من يتخرج من كلية أو متوسطة أو إعدادية ما يلقى وظيفة على مود يكون نفسه يأمن مستقبل جهاله، إنه تشوفين الشاب مخلص حياته يعني لو عماله لو هاي، وإحنا يعني بلد كلش غني المفروض أبو الشهادة يتعين تعيينه مركزي، إحنا طلاب يعني ماكو كل شيء ما حصلنا الدراسة موشي. بعد ما فرضوا علينا لوزارة التعليم أنه نداوم، وليش ما فرضوا علينا؟ هسا أقول لكم ليش فرضوا علينا، حتى الطلاب الاعتصام الطلابي المد الطلابي الأبيض اللي هم مرتعبين من عنده يقل، ورغم ذلك فرضوا علينا تقويم كلش قوي وفاشل. احنا رغم سوينا اتفقنا كليتنا التحرير وكليتنا كطلاب نغير اعتصامنا، ما يجي التحرير نروح لوزارة التعليم في سبيل نلغي التقويم، تمام؟ اتفقنا هيك وحطينا خيامنا وسلمية، ما حد سوى شيء ولا صيح سلمية ونقولهم سلمية في سبيل شنو؟ عندنا مطالب، اولا يحطون رئيس وزراء مستقل. من يحطون رئيس وزراء مستقل؟ الله شاهد علي اول شخص حيرجع للدوام اني، بس خلوا رئيس وزراء مستقل مو متحزب، مره اذا متحزب رئيس وزراء مستقل كليتنا راح نرجع. هم سووا بالليل اجوا الشغب اجوا مجموعه شيتوا على الطلاب واذوهم وضربوهم، وعندنا ولد اسمه موسى بالمستشفى موجود هم ضربوه وصار عنده كسر. هاي كل ليش؟ لان نقولهم ألغوا التقويم في سبيل نبقى الطلاب هنا. انت عارفين انت اذا الطلاب راحوا داوموا يصعب الوصول لهنا، يعني هو الدوام مالتين تي بثلاثة يرتاح وهاي يجي يعني يتدمر، وهاي المسيرة مال يوم الأحد ما راح يقدر يعني يجي بيها لأن عندي عدة دوام لحد أو امتحان، فإحنا طلبنا نلغي. فراحوا مجموعة من الطلاب على مود يقولوا للوزير يا وزير التقويم مالتك فاشل وأنت فاشل، تقويمك فاشل وأنت فاشل لأن تقول عني جوكرية. بعاني هذا وجي قدامك أني عراقي ومو جوكر، وأنت ذيل انت ذيل قصي سيل انت ذيل، واني ادري بعد هذا اللقاء راح يتم اغتيالي، والله يشهد علي بعد هذا اللقاء راح يتم اغتيالي. احنا جوكريه، احنا عراقيين بابا، احنا عراقيين، احنا ولانا للعراق، ولانا مو لولد ولانا للعراق، مفهوم؟ والله العظيم اذا انت رجال وبيك غيره شويه غيره ما تقول عني جوكريه ابد ما تقول، لان احنا ولد البلد. الله شاهد، لا انت انتماء للوطن، شلون تقول جوكريه لك؟ احنا طلاب، احنا ولد بلدك، يا ذيل يا فاشل. وادري راح تختالني والله العظيم ادري، وبهذا وجهي وانا طالب جامعه، وحرام عليك الشتيه من جوكريه. يعني انا ما اعرف شلون وزير تعليم عالي وصل هاي المرحله انه هو وزير، من يشوف طالب جاي طالب بحقه، اي شخص يعني مو شرط طالب، يعني انا لازم اجي طالب بحقي، شلون طالب بحقي اجي اوقف والظاهر واقول له انا اريد فلان شيء، يجي يقول لي عليه جوكري. يعني هذا اصلا هذا مصطلح غير لائق اولا، ثانيا يعني يدل انه انت ما راح انا ما راح ابي لكم اي شيء وروح اسوي اي شيء. المظاهرات ليش يريدون يخربوها؟ ليش قاعد يوم على يوم يريدون يسوون تصعيد؟ احنا كم طالب سلميه هم يرجعون يسوون التصعيد. هاي صار لها شقد هاي التحرير، من صارت شويه سلميه وهدت الاوضاع رجعوا نفس الوضعيه يزيدون التصعيد. ليش؟ ليش مو حرام؟ احنا هاي الطلاب اللي طلعت البارحه وقمعوهم قمع هم جماعه الشغب، ليش؟ ليش ما يصير؟ ليش طالب ينضرب وينسحل؟ ليش؟ هذا هو طالع يطالب بحقه، طالع يريد يلغي التقويم. ما لاحظناه هو تزمت الوزارة، تزمت الوزير شخصيا وعناده وإصراره على أن يتم العمل بهذا التقويم، ورفض كل مطالب الطلبة، رفض تضحيات طلاب العراق، تضحيات شباب العراق، بل حتى وصل به الأمر إلى وصف الشباب المنتفضين المتظاهرين والمعتصمين بالجوكرية، وهذه صفة أبدا لا يليق بوزير للتعليم العالي أن يطلقها جزافا على المتظاهرين والمعتصمين. لكن الواضح جدا أن قصي السهيل ما زال يتذكر رفض الشعب والشباب خصوصا
لتسلمه منصب رئاسة الوزراء.